في ذكرى ميلاد الفنانة الجميلة سعاد حسني التي أثرت محبتها القلوب من المحيط إلى الخليج، تعرفوا على أزواج النجمة الراحلة سعاد حسني. الفنان عبد الحليم حافظ. أشيعت العديد من الأخبار حول ارتباط النجمة سعاد حسني والفنان عبد الحليم حافظ العندليب الأسمر، لكن شقيقتها جنجان حسني والإعلامي مفيد فوزي أكدا أن زواجهما كان حقيقياً، ويقال أن سعاد حسني طلبت الطلاق منه بعد رفضه إعلان زواجهما بشكل رسمي. صلاح كريم. أما الزيجة الثانية في حياة سعاد حسني فقد كانت من المخرج صلاح كريم، حيث تزوجا في عام 1968 وأخرج لها فيلمها الكوميدي الزواج على الطريقة الحديثة، لكن العلاقة لم تستمر سوى قرابة عام واحد وسرعان ما انتهت بالطلاق. المخرج علي بدرخان هو الزوج الثالث للسندريلا، وقد قيل أنه الحب الحقيقي في حياة سعاد حسني، وجرى الزواج في عام 1970 بعد قصة حب طويلة، إلا أنهما انفصلا بشكل ودي بعد عام واحد من الزواج. زكي فطين عبد الوهاب. في عام 1981 تزوجت الفنانة سعاد حسني من الفنان زكي فطين نجل فطين عبد الوهاب وليلى مراد، والذي كان يصغرها بأكثر من 15 عاماً، وقد انفصلا بعد 5 أشهر فقط لينتهي الزواج الذي لم ترضى عنه ليلى مراد. ماهر عواد. وفي عام 1987 تزوجت من المؤلف والسيناريست ماهر عواد، وقدما معا أيضا فيلم الدرجة الثالثة، وقد استمرت سعاد حسني على ذمته حتى وفاتها، ووصف بأنه الرجل الأخير في حياتها.